مرحبا، أنا اسمي نضال وأنا من سوريا. عايش بإسبانيا لي سنة ونص وبشتغل هون ببار، وحياتي منيحة. بدنا نحكي عن اللغة شوي، لأنه هلا عم نعمل هيدا الفيديو بناء على طلب صديق لإلي، إنه مشان تعرف العالم كيف بينطق العربي السوري، وهن عم يعملوا هيدا الشيء مع عدة لغات مشان تقدر كل العالم اللي عندها فضول تعرف كيف اللفظ والنطق أي لغة تقدر تشوفها. فينكم تشوفوها على اليوتيوب عن طريق الويكي تانك. اللغة بشكل عام شيء كتير حلو، لأنه هي الطريقة الوحيدة للتواصل مع العالم. ومن تجربتي هون بإسبانيا، إنه وصلت أنا هون ما كنت بعرف أحكي ولا شيء إسباني، وكان أول شيء كتير صعب إنه أتواصل مع العالم، إنه بتقعد تحكي مع العالم بس ما بتسمع ولا شيء، ما بتفهم ولا شيء يعني. وشوي شوي، يوم عن يوم، أسبوع عن أسبوع، بتصير أحسن، بتصير بتفهم شوي شوي. فحلوة الفكرة يعني.